هاي مياسة والله اخي المنطقة هي دحك اشوف انت قدامك يعني منطقة 90% خربانة ما صحيح؟ والعالم اللي قاعدة ايجارات يعني اسسها من الوزة قاعدة صحيح؟ والله اللي عانوها الناس هنا الكهرباء يعني هاي الكيبلات كلها ماكو ما موجودة. الماء يعني ها تقريبا زين بس اكو عالم ما عاد تجي لان هم خدمات ضعيفة. لا ماكو لا ماكو هذا الباب والله على ذاك الجانب يودوه مطالبات انه هذا المستوصف هذا البيض يصير هذا المستوصف شويه العالم يعني تعرف ما عنده امكانيه تروح على دكتور او على مستشفى بعيده يراد لهم اجرة فهاي المستشفى مال البيض هاي المستوصف خليه يصلحوه ها يرحم ابوك ولا واحنا نحكي على القديم هاي المدرسة المقابل المستوصفة شايفة هاي الكونكريتية هاي صار 10-15 سنة يمكن ولأسست هاي المستشفى ما المدرسة ما كملت والله نحن منطقة المياسة والله نعاني من كل المنظمات اللي تجينا هسه نحن جايين شتاء مقبلين على شتاء نخاف لا تطوف هالمناطق علينا بالماي هذا مال المطر ونريد نطلب من هالمنظمات هاي تجي تشيل لنا هاي البيوت نطالب بالحكومة الشيل ان هاي الانقاض والبيوت يعني خلف الله على المنظمات الانسانيه هسه تطلع انقاض من مال الناس هاي فوت جوا صور جوا البيوت كلها واقعه والله نطالب بالحكومه تيجي تعوض هالناس هاي لنا هالبيوت الواقعه يجوني عمروها للناس بس على المنظمات والناس الخيرين لكن الحكومه على ايش قاعده؟ الحكومه بس لها بس تعبي بالجيب مويه يومين جينا يومين انقطع يعني اكو شيء اكو نتيجه بس نريد لنا غاز خدمات والله يشيلون المنظمه ما يخلون نخسر بلديه ما شفت بلديه بس المنظمات الكابلات علقوها ومشوا والعالم دفعت اشتراك اللي دفع 50 واللي دفع 60 وقالوا باكر نجي وعافونا ومشوا وراحوا كهرباء وطني نهائيا ما عندنا واحنا المولده الوحيده بالمنطقه اللي ما ربط لنا كهرباء منطقه البدان المولده مع الحزيات مولده الاشقاء بلديه ماكو ما شفنا بلا بس منظمات تيجي تفتر بمنطقتنا انا يمكن اكو واحد استعد يكنس يمكن اخويا منطقه المياسه ميته لا خدمات لا ميه لا كهرب لا كل شيء يعني الله وكيله كان يشتغل كهربائي نطلع نمد الخطوط للعالم نعاونها اذا من مال مسؤول يجي يعاونه ويعني بس اشنو جه اي جهد من الحكومه اي جهد للمنطقة القديمة والمياسة وباب البيض وخزرج وهاي المناطق أبد ماكو لو ما خلف الله المنظمة تيجي تشيل الأنقاض إلا ماكو كل شيء بس ولا نطالب الحكومة المية نطالب الكهرب نطالب أي شيء اللي عم نطلبه شيء من الجمل إدنه يعني ما عم نطلب شيء مثل ما يقول وجزاكم الله خير وخلف الله على الموصلية أتوصل صوتنا لهاي العالم وللمسؤولين. في الفترة الأخيرة نعاني من مشكلة أساسية وهي مشكلة الماء، الماء عايجينا بس يعني متفاوت، أيام يعني أيام متقاطعة، بس الكهرب عندنا الوطني لحد الآن ما واصل كل المولدات، سووا جدولة للكهرباء، يعني شلون يعني عاملونا حالنا حال ذاك الجانب، الجانب الأيسر. هاي المنطقة كلها القديمة مالتنا على 10 أمبيرات 10 أمبيرات وما كل المنطقة كاملة. يعني كلتها ما تعادل حي من منطقة شو اسمه الساحل الأيسر، فيعني يعني انظلمت المنطقة هاي إلى درجة انظلمت بشغلة الكهرباء، عندنا شغلة التبليط مال الشارع من رأس الجادة إلى الساعة، إلى درجة يعني لا واحد يقدر إلا لا السيارات المركبات ما تقدر تفوت، نحن الوجبة تجينا ما يقدرون يجون حتى أهل الوجبة المواطنين لو الناقلين ما يقدرون، يعني شغلات كثيرة، فنحن مختصر مفيد على القناة هاي القناة الفاضلة القناة الموصلية اللي ما نقول أم الفقير هي، يتابعون هاي الشغلات على هاي مناطقنا، لا يعاملونا كمعاملة منطقة راقية أو منطقة بها زناقين وبها، هاي منطقة ترى فقيرة، عايشة على الله ثم على الناس، على صدقات العالم، فأنتم تعاملونا بشغلة الكهرباء
كهرباء وغير الكهرباء، تعاملونا مثل الساحر الايسر اللي كله سبلتات وما سبلتات، نحن هنا العشر امبيرات، هاي العشر امبيرات يعني ما تكفي، كلها مبرده وشغله وشغل، اغلب العوائل ما عندها لا برادات لا شيء. وجاي شتاء، هيترات يا ما تشتغل هيترات، ما تشتغل هيتر، ما تشتغل هذا، يعني وين المسؤولين؟ وين اللي اهل الكهرباء؟